السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. رجب طيب أردوغان رئيس تركيا في قلب المملكة العربية السعودية والدنيا مقلوبة، بس خلص الخبر. أكيد كلنا لاحظنا إيه اللي بيحصل. زيارة رجب طيب أردوغان للسعودية جت بعد ما قدم فروض الطاعة والولاء لكل دول المنطقة الكبرى، مصر، السعودية، الإمارات. قرر إن هو يرجع تاني بشروط المنطقة العربية، دق أبواب المنطقة، وكان بدأ في المقدمة بالدولة المصرية. عاوز أرجع، أسفين يا صلاح، بشروطنا 1 2 3 4. الراجل بدأ ينفذ عشان بس ما نكررش الكلام اللي احنا قلناه في مراحل سابقة: تخلص من كل الخونة والإرهابيين، قلة الأدب مش عاوزين، تدخل في الشأن العربي ممنوع، ثم نفذ كل الشروط إلا الشرط الأخير. لحد الآن ما نفذوش، مصر قفلت الباب في وشه إن هو ينسحب من ليبيا باعتبار إن هي جزء من الأمن القومي المصري. الراجل طبعا لحسابات كثيرة، الناتو واتفاقيات سابقة، مصر قفلت في وشه لكن فضلت موربة الباب. المملكة العربية السعودية الراجل قرر إن هو يدق أبوابها وأبواب الإمارات. لحسابات كثيرة قررت المملكة العربية السعودية إن هي تفتح له الأبواب. حسابات بدأت من لحظة قدوم جو بايدن للبيت الأبيض. لما جو بايدن جه وقال السعودية مش هنتعامل معاها لأنها دولة منبوذة بسبب حقوق الإنسان ومش عارف مين خاشوجي ومش عارف مين، وبدأ يفتح وبيهلفط في الكلام. في ذات الوقت اللي هو طبعا أشاح بوجهه بعيدا في البداية برضه عن مصر، مصر لقنته درس عمره ما هينساه، فجه راكع لمصر في ذات الوقت اللي المملكة العربية السعودية قررت ان هي بسبب موقف جو بايدن من الحوثيين وان هو رفعهم من قائمة الحظر باعتبار ان هم منظمة إرهابية. لا لا لا، دول مش إرهابيين. ثم في ذات الوقت رفض ان هو يتخذ موقف ايجابي في مواجهه الضربات اللي وجهها الحوثيين للسعوديه والامارات. وبدات طبعا المعمعه بتاعت روسيا واوكرانيا، النتيجه بدات ترتيب الاوراق مره اخرى وقطع الشطرنج على رقعه الشطرنج. بدات السعوديه والامارات ياخدوا اتجاه مغاير. تصريحات محمد بن سلمان، تصريحات القوية جدا اللي تعتبر بمثابة طلقات رصاص على نظام قرر ان هم ينتهوا او ينهوه تماما خلال الفترة الماضية. العلاقات الوطيدة والتحالف الوثيق والتحالف الثنائي والتعاون الثنائي ما بين السعودية وما بين امريكا والكلام ده كله اللي عفى عليه الزمن، قررت السعودية ان هي تشق طريق مختلف. النتيجة منذ الامس رجب طيب اردوغان موجود في قلب المملكة العربية السعودية. اوعوا تفكروا حضراتكم ان رجب طيب اردوغان راجع ومعاه ملفات الماضي. رجب طيب اردوغان راجع ومقدم فروض الطاعة والولاء للمنطقة العربية. وجوده كعضو في حلف شمال الاطلسي مش معناه ان هو راجل جاي ونيابة عن الناتو. وجوده وتحركاته في الماضي أعلن ندمه عليها من خلال تحركات عملية اللي حضراتكم شفتوا النتائج بتاعتها في مرحلة سابقة لما الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض الشروط: التخلص من كل الخونة والإرهابيين، وقف كل الفضائيات اللي شغالة تحريض ضد الدولة المصرية. أيوة، هي مصر ما بيهمهاش لا تحريض ولا الكلام الفاضي ده كله، بأمارة إن كانت أمريكا عمالة بتحرض وأمريكا عمالة بتتنطط زي فرقع لوز، ورغم ذلك استمرت مقررات ثورة 30 يونيو رغم أنف الجميع. فرض شروط على رجب طيب اردوغان لان رجب طيب اردوغان خسر كتير جدا اساسا اقتصاديا وسياسيا، خسر حاجات كتير قوي في المنطقه. فراجع، بعض الناس هيقول لك ده عشان المكاسب بتاعته. طبيعي هو هيرجع عشان مكاسب هو شايفها. وانا كسعوديه وامارات ومصر ودول المنطقه، التعاون مع رجب طيب اردوغان وخلعه من النص مكسب، وانا لازم اكسب انا كمان. عمليه تبادليه، وزي ما احنا قلنا واتفقنا مع بعضينا في الحب والحرب، لا صداقة دائمة لا عداوة دائمة. فرجع. تعالوا بقى نشوف حضراتكم منذ الأمس وحتى اللحظة الراهنة الدنيا مقلوبة ازاي، وازاي هناك
صدمة غير عادية في البيت الأبيض، إلى درجة إن هم ما عرفوش يعلقوا على الزيارة ديت وتداعياتها إزاي، لأن طبعا المنطقة كلها ومنطقة الشرق الأوسط بتتغير نحو الأفضل لصالح دول المنطقة، بعكس فترة 2011 اللي المنطقة كانت عاملة زي بقعة الزئبق اللي بتتشكل على حسب هوى أمريكا وشركائها. دلوقتي المنطقة بتتغير لصالح دول المنطقة والكتلة الشرقية، روسيا والصين وكوريا الشمالية. عاوز تقتنع بذلك خير وبركة، مش عاوز تقتنع ارجع بالذاكرة لما قبل خطوط 24 فبراير الماضي قبل اشتعال أزمة روسيا وأوكرانيا. خلونا بس الأول ناخد جولة في صحافة اليوم. أردوغان قبيل زيارته للسعودية: سأعمل على بدء عهد جديد للتعاون. ده بشكل سريع، أردوغان: أزور السعودية لفتح صفحة جديدة. الراجل غرد وكتب على صفحته الشخصية قبل ما يجي يزور السعودية بالأمس: أنا بادئ صفحة جديدة. الملك سلمان يستقبل الرئيس التركي. استقبل العاهد السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة مساء الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان في استقبال الرئيس أردوغان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. وقد أجريت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية. طبعا الكلام ده مقصود، يعني اللعب بدأ يحلو. شوفوا حضراتكم أسلوب تحية أردوغان لمحمد بن سلمان والعناق في السعودية يثير تفاعلا. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخير للمملكة. ثم بدأ المغردون يغردوا: ارفع راسك إذا كانت السعودية خيارك، عز وفخر وشهامة، أردوغان في السعودية. إيه بقى حضراتكم الصورة؟ آدي منظر الصورة بينحني تقديرا لمحمد بن سلمان. دققوا النظر في الصورة، رجب طيب أردوغان جاء عند السعودية وقدم انحناء كاملة. هي القضية مش في الصورة، ده تعبير طبعا مجازي احنا بنقوله، زي ما بنقول ان رجب طيب أردوغان جه راكع للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض شروطه على أردوغان مقابل العودة. أردوغان من السعودية: نعمل على تعزيز العلاقات وأمن الخليج من أمننا. يعني خلاص مضى عهد الخصومات. أول تغريدة لأردوغان من السعودية وتعليق على صور لقاء الملك سلمان ومحمد بن سلمان. أدي أول تغريدة هي كتبها رجب طيب أردوغان باللغة العربية من قلب المملكة العربية السعودية، حيث أعلن: أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية بنبذل جهود حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية وبدء حقبة جديدة بيننا. ده بشكل سريع عشان بس ايه، طبعا انا عاوز اقول لحضراتكم ملايين من المانشيتات اللي صدرت في كل الصحافة الدولية منذ الامس وحتى اللحظة الراهنة. ايه بقى حضراتكم، انتم متخيلين ان رجب طيب اردوغان جاي وهو رافع الهامة بتاعته زي ما كان سنة 2011 لما اقتحم المنطقة العربية باعتبار ان هو جزء من مخطط الشرق الاوسط الجديد سنة 2011، هو وقطر بالتنسيق مع التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابيين، متصورين هو راجع كده؟ شوفوا صورة رجب طيب اردوغان سنة 2011 2012 لحد منتصف 2013، شوفوا صورته اياميها وشوفوا صورته دلوقتي. العنجهية الأردوغانية سنة 2011 عنجهية وفوقية وسادية بطريقة مقززة. ليه حضراتكم؟ لأن هو كان جاي باعتبار أن هو رأس الحربة وأن هو سلطان الدم العثماني، وهتتقسم المنطقة فهتتوزع على هتوزع جزء منها على اللي جابوه. لا حضرتك، الزمن ده خلص. طب هو راجع عشان يكرر نفس المسألة؟ لا.
المنطقة العربية وقعت الدرس وتعلمت الدرس، عارفين حضراتكم بقى مارت ايه؟ في أعقاب الفوضى اللي حصلت، التنسيق والتكاتف غير العادي اللي حصل ما بين الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، مصر. ليه؟ المؤامرة اتكشفت، اتعرفت، فبدأت كل الدول العربية تتأكد بما لا يدع مجالا للشك إن التنسيق الإقليمي جزء من المواجهة الكبرى وبيحقق لك مكاسب. رجب طيب أردوغان كان متصور إن هو هيقسم، هياخد جزء من المنطقة، هيقسموا المنطقة وهياخد جزء من المنطقة. عارف كويس جدا إن المنطقة العربية على الرغم من إن هي مرت بلحظات ضعف وسنوات ضعف غير عادية، طبعا ما اسمهمش الإخوان، اسمهم الخونة والإرهابيين. رجب طيب أردوغان في فترة سابقة بعد انتهاء ثورات الخراب العربي تأكد بما لا يدع مجالا للشك ان المنطقة في عز ضعفها اقوى منه هو واللي يتشدد له. عرف ان مفيش محال، الدول العربية تكاتفت مع بعضيها ورجعت اقوى من ذي قبل بعد الثورات التصحيحية لثورات الخراب العربي. النتيجة الابواب اغلقت في وشه هو والخونة والإرهابيين. النتيجة أنا عاوز أرجع، لأن الدول العربية أصبحت أقوى من ذي قبل، هترجع يا حيلتها بشروطنا. وافق، ركع، قدم فروض الطاعة والولاء، لأن هو خسر كتير جدا اقتصاديا وسياسيا، إلى درجة أن المعارضة التركية نسقت مع بعضيها دلوقتي في سبيل أن هي تحط مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية القادمة للإطاحة برجب طيب أردوغان. ومن ضمن السلبيات اللي ارتكنوا إليها قالوا بالحرف الواحد قطعت علاقتنا مع مصر ومع الدول العربية، خسرنا بسبب ذلك كثير، خسرنا سياسيا، خسرنا دبلوماسيا، وبدأت الضغوط الشعبية جوه، انهارت العملة التركية. النتيجة ان هو فلس فراجع. اوعوا تتخيلوا حضراتكم ان هو هيعيد الكرة، لان الدول العربية وهي ضعيفة تصدت لامثاله هو واللي مشغلينه. طب ما بالكم الدول العربية دلوقتي اصبحت صانعة قرار على مستوى النظام العالمي الجديد اللي اعقب 24 فبراير 2022، اللي بدأ من لحظة اشتعال المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا، أو لتحرر الدقة ما بين روسيا وما بين أعضاء حلف شمال الأطلس وأمريكا من جانب آخر، أو بين روسيا والنظام العالمي اللي تحكم في العالم في الفترة اللي فاتت. مستحيل، انتهت المسألة. حقير أردوغان، كل المواصفات متفقين مع حضراتكم فيها، بس عاوز أقول لكم إن اللعب لازم تستخدم كل قطع الشطرنج الموجودة كاملة. ما هي قطر؟ كانت أحد أسباب الفوضى في المنطقة العربية، هل معنى ذلك مصر قفلت الباب في وشها؟ مستحيل. لو إحنا هنرجع بالذاكرة إن أي حد هيعمل معاه فينا موقف وهنقفل الباب، يبقى في الحالة دي مطلوب إن إحنا نقفل الأبواب كلنا علينا لسبب بسيط للغاية حضراتكم. مفيش دولة إلا لما ليها تاريخ في العداء مع دولة أخرى. في حاجة اسمها دبلوماسية وعلاقات دبلوماسية واقتصادية. ما هي مصر دلوقتي في توتر علاقات بينها وبين دولة أثيوبيا بسبب سد النهضة، ورغم ذلك مصر لها سفارة في قلب دولة أثيوبيا، وأثيوبيا لها قائم بالأعمال بعد ما أبي أحمد رئيس الوزراء إلى أثيوبيا بدأ يصفي السفارات على مستوى العالم بسبب الفلس اللي عمله لدولة أثيوبيا. هل مطلوب إن أنا أقطع العلاقات مع أثيوبيا؟ مستحيل. دي اسمها علاقات دبلوماسية واقتصادية، احنا الاثنين مستفيدين منها. اضيف الى ذلك ان هناك عدو اكبر. بعض الناس هتتصور ان رجب طيب اردوغان من الممكن ان هو ينفذ مؤامرة. لا، عقارب الزمن لا تعود الى الوراء. المنطقة العربية وفي القلب منها المملكة العربية السعودية والامارات والدولة المصرية حاليا دلوقتي بتحاول ان هي توصل لتكتل اقليمي يفيد المنطقة العربية. روسيا بدأت تقوي شوكتها في مواجهة أمريكا، الصين بدأت تلعب مع بعضيها مع نفسها منفردة، جزر سليمان، الاتفاقية الأمنية، محاولة بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الأمريكية، رد الصعصعين لأمريكا اللي حاولت تلعب في منطقة تايوان بسبب موقف الصين من أزمة روسيا وأوكرانيا. الصين بدأت تلعب لنفسها ولحساب نفسها.
بعد ما كانت في البداية بتحاول تلعب لحساب روسيا، كانت متصورة أن المسائل ممكن يتم استيعابها. ومن ثم المملكة العربية السعودية بدأت تلعب لحسابها والحساب المنطقة، احنا ليه ما يكونش هناك نظام إقليمي يساوم هو كمان؟ عاوز أقول لحضراتكم أن الاتحاد الأوروبي خرج من الأزمة بتاعة روسيا وأوكرانيا قوي، له قرار. الخسر الواحد كان أمريكا. أوروبا منقسمة على نفسها في مواجهة رجب طيب أردوغان، جزء مؤيد وجزء مع أمريكا، مسألة مصالح. لكن عاوز أقول لحضراتكم انتصار فلاديمير بوتين خلال الفترة اللي فاتت بالشكل القوي ده مع انقسام أوروبا على نفسها، ده كله صب في الاتجاه الروسي، وصب أيضا في مواجهة أمريكا، وصب لصالح المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لأن بدأت تبرز منها تحركات غير عادية بتقودها دولة زي السعودية والإمارات اتجاه تركيا وإيران. شفت حضراتكم ومتابعين اللي حصل في قلب دولة اليمن لما المملكة العربية السعودية جمعت الكل في اليمن على ترابيزة واحدة اللي هم بيواجهوا الحوثيين بعد ما كانوا متفرقين، قامت مجمعاهم على ترابيزة واحدة ونجحت في ان هي تعمل لهم تكتل واحد بقيادة رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي الرئاسي، فوحدت القوة وبدأت تدعم اليمن. هي القضية مش مجرد اليمن فقط لا غير، ده أمن قومي لكل دول الخليج، إلى درجة إن هي بدأت تنتج أغاني وطنية يمنية لشحذ الروح الوطنية اليمنية، على الرغم من إن هي بقالها سنوات طويلة جدا منذ سنة 2011 وحتى منذ أسابيع قليلة. يا أمريكا يا أمم متحدة يا أخوانا، ما ينفعش التوترات على الحدود، ما ينفعش، ما ينفعش التدخل الإيراني في منطقة الخليج، ده اسمه شغل تهريج، لابد من قرار إيجابي وما فيش قرار إيجابي. قررت في أعقاب أزمة روسيا وأوكرانيا تشتغل لحساب نفسيها. النتيجة بدأت أوراق كثيرة للغاية تتحط على الترابيزة، وبدأت المنطقة العربية تملك أوراق ضغط قوية للغاية. بدأت المملكة العربية السعودية تقود انقلاب هي والإمارات في قلب المنطقة، والدليل على ذلك رجب طيب أردوغان الموجود حاليا في قلب المملكة العربية السعودية، جاي بالشروط الخارجية، جاي بالشروط السعودية، جاي بالشروط المصرية، هو ده اللي بيحصل. طبعا عاوز أقول لحضراتكم أن البيت الأبيض مش مسعوق، نزل عليه سهم الله على رأي المصريين إلى درجة أن لسانه أكلته القطة. هو في ايه؟ الوضع ايه؟ اعادة ترتيب اوراق رجب طيب اردوغان لا بيهمه لا امريكا ولا الناتو ولا بيهمه دول الخليج ولا المنطقة العربية، هو عاوز مصلحته، وكذلك احنا عاوزين مصلحتنا، المصلحة متبادلة. طيب ايه المانع ان انا اخطف جزء من قوة العدو بتاعي اللي بيحاول يحاربني في قلب المنطقة وحيدها ونلعب سوا؟ أحيدها. شفت حضراتكم دور رجب طيب أردوغان في أزمة روسيا وأوكرانيا كانت عاملة إزاي؟ قايم بدور بشكل غير عادي في سبيل إن هو عاوز يقوي شوكته، عاوز يلعب لحسابه هو كمان، تفضل يلعب. ما أدانش روسيا نهائياً، على الرغم من إن أعضاء حلف شمال الأطلسي أدانه بشكل غير عادي، إلا هو. الصين كذلك. ليه حضراتكم؟ لأن الأطراف ديت هي الأقرب إليك من مناطق أخرى، وبالتالي تعالى. علما بأن رجب طيب أردوغان بيدق أبواب المنطقة العربية منذ سنوات طويلة جدا، والمنطقة العربية بتديله بالجزمة القديمة. يعني اوعوا تتخيلوا حضراتكم أن هو جاي بمزاجه، هو بيقول بناء على دعوة ملك السعودية أنا جيت. أيوة طبيعي، لأن كان هناك مباحثات أجريت بعد ما هو ألح ودق الأبواب بقوة، وبالتالي على الرحب والسعة. السعودية شافت أن لابد من بناء تكتل إقليمي يواجه التكتلات العالمية، أنا مش هفضل شغال لحساب الآخرين على طول بصفة مستمرة. صديق صديقي صديقي، عدو عدوي صديقي. روسيا عدوة أمريكا، عدوة الناتو. أمريكا بدأت تلعب لحسابها الخاص منذ لحظة قدوم جو بايدن للبيت الأبيض، وبدأت تضغط على السعودية وتقل أدبها. لا تعالى بقى نلعب سوا، أردوغان تعالى، روسيا تقارب، زودي إنتاج النفط. أسفين يا صلاح.
ايران تعالي نتفاوض. هو انت متخيل انك انت هتحاربنا في المنطقة واحنا هنعمل لك تعظيم سلام؟ لما انا احيد ايران وتركيا خلصت. ليه حضراتكم؟ خلونا نتفق. رجب طيب اردوغان قليل الادب وسافل وبيلعب لحساب نفسه، وانا كمان بلعب لحساب نفسي، هذه واحده. الحاجه الثانيه، مش هيقدر يفرض عليا شروط، بل بالعكس انا اللي بفرض عليه الشروط من قبل ما يجي، وهو ده اللي حصل. ومن قبل مصر فرضت عليه الشروط ونفذ. وبالتالي جبت رجب طيب اردوغان، جبت تركيا، جبت ايران اللي هي البعبع بتاعك. حاليا دلوقتي في مفاوضات ما بين الامارات والسعوديه وايران، هي دي البعبع بتاعك. نوحد القوى، نوحد الاطراف، النتيجه ضمنت استقرار المنطقة. لأن إيران بتحارب أمريكا في المنطقة، تركيا بتتنطط عاوزة حتى من المنطقة. لا يا حالتها، تعال كل واحد له توجهات وله أهداف. إيران تعالي نلعب سوا، ليه نلعب ضد بعضينا؟ تركيا تعالى بتدق أبواب المنطقة بقوة بعد الانهيار الاقتصادي اللي انت شفته، بعد الضغط الشعبي غير العادي اللي انت بدأت تشوفه. تعالى حيدت الكتل الكبرى، النتيجة بنيت تكتل إقليمي قوي للغاية يتعمل له مليون حساب. ومن الذي يقود؟ الدول العربية مش دول أخرى. يعني الدول العربية هي التي تقود، يعني المملكة العربية السعودية والإمارات لما بدأوا يتحركوا من قبل الدولة المصرية، المسألة اختلفت بشكل غير عادي. النتيجة قوة كبيرة جدا لصالح المنطقة. وإن شاء الله يتم استيعاب دول زي سوريا الأسد عما قريب، لأن دول المواجهة قوتها من قوة الدول العربية. كذلك تونس بتعمل على قدم وساق في سبيل إن هي ترجع قوتها مرة أخرى. ربنا يصلح الحال، وعما قريب إن شاء الله دولة اليمن العزيزة تبقى اليمن السعيد زي ما كانت، بتوفيق من ربنا وبتحركات المملكة العربية السعودية بشكل قوي للغاية، خاصة في الآونة الأخيرة. في ذات الوقت اللي هناك تنسيقات مصرية عربية من تحت الترابيزة على أفضل ما يكون. سيبوكم من البيانات الرسمية اللي بتصدر، الإمارات والأردن ومصر اللقاءات الأخيرة، البيان الرسمي وحوالين المنطقة والكلام ده كله. أنتم متخيلين أن المباحثات اقتصرت فقط لا غير على ما تم الإعلان عنه في البيانات الرسمية؟ لا طبعا، هناك أشياء تحدث من أسفل الترابيزة لترتيب أوضاع المنطقة لصالح كل دول المنطقة. إن شاء الله القادم أفضل، ربنا يصلح الحال يا رب العالمين. وإن شاء الله نسمع أخبار غير عادية تحبط كل الخونة والإرهابيين اللي بيتحفونا ببعض التعليقات اللي بتحاول إن هي تعبر عن أحلامهم المجنونة اللي خلاص مضى عهدها وتم البدء في عهد جديد لصالح شعوب المنطقة. نحن لا ندافع عن نظام، ولكننا ندافع عن أوطان، ندافع عن وطن عربي، لأن الوطن العربي ده كله إحنا بنعتبره جزء واحد، ده وطننا. أما هؤلاء الخونة والإرهابيين اللي شغالين حتى اللحظة الراهنة في سوريا وليبيا وفي تونس واليمن والسودان وجزء من العراق، هؤلاء الخونة بيشتغلوا لصالح أسيادهم من القوى الغربية، فالطبيعي إنهم ما يهاجمونا. ليه؟ لصالح الأسياد. ما هي السوشيال ميديا جزء من الحروب اللي بيعتمدوا عليها لتدمير ثقة الشعوب العربية في نفسها، لكن الشعوب العربية وعت الدرس وتحلقت حول قيادتها الممثلة لهذه الأوطان. بوركت كل أوطاننا العربية وكل شعوب المنطقة يا رب العالمين. أراكم على خير.